اللي احنا عارفين كل فرقه بتيجي تلعبنا بتبقى عايزه تكسب النادي الاهلي، عشان كده بنقعد مع بعض ونتكلم مع بعض. لما تيجي تاخد بطوله او تخش بطوله مهمه زي بطوله افريقيا بنقعد مع بعض بنتكلم، لازم نبدا من قبل الماتش نتكلم نقول هدفك ايه قبل البطوله، هو هدفك ان انت تاخد البطوله ولا هدفك ان انت خلاص شبعت من البطولات والكلام ده كله. بس اللعيبه عارفه اهميه البطوله عند جمهور النادي الاهلي واهميه بالنسبه لنا اللي احنا بنوصل لكاس عالم الانديه. انت النهارده واصل 5 مرات على التوالي كاس عالم الانديه، دي بالنسبه للعيبه كبير جدا وارقام كبيره جدا للعيبه. اللعيبه العقليه اللي موجوده دلوقتي في النادي زي ما قلت قبل السؤال ده 70% او 80% من القوام اللي موجود هو لسه موجود، هو العقليه اللي في النادي خلاص عرفنا اي لعيب جديد بيخش بيبقى عارف السيستم بتاع النادي كويس جدا، واحنا بالنسبه لنا عارفين يعني ايه اي بطوله بنخشها عشان ده احنا متعودين عليه في النادي الاهلي. بالنسبه لنا البطوله دي هتبقى اصعب من بطولات كتير فاتت، يعني دي ان انت توصل سادس مره نهائي على البطوله واللعيبه كلها والفرقه كلها بتبقى عايزه تكسبك. انا عارف الفتره دي اللي جايه دي هتبقى صعبه، بس اللعيبه اللي موجوده على قد المسؤوليه، واهم حاجه بكره احنا قاعدين نتكلم على البطولات وقاعدين نتكلم على ازاي نعمل ايه على اهدافنا والكلام ده كله، بس نفكر في بكره واهم حاجه البدايه بتاعت بكره ان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ربنا يكرم.